باك المعدل الكلي جبته 16، وفي الرئيس المكتب ايشي، وفي الفلسفه كان عندي لاماي 15 ونص. بول مخططات هكا باش ما تعيش روحك وتحفظ، باش ما تخلعكش الفلسفه. انا كان عندي كاي ديالي فيه الشيما تاع كامل المقالات، باسكو علاش الاستاذ المصحح وسع على امثله واقعيه، على حوجج وبراهين، على طريقتك الخاصه، ما يحوش دير له كوبي كولي. كما متعودين نشوفوا الفلسفه بالمخططات، هي طريقه متبعه من طرف استاذه الفلسفه هذه التي ارادت كسر هاجس جمود الماده وتحبيبها لل جميع. قلنا عليه هو منهج يستخدمه العلماء، شحال من مره نديروا التجربه مره واحده، التجربه مع كل الحضور أكدوا على نجاعة الطريقة التي تسهل فهم المادة من جهة وتحصلهم على نقاط ممتازة من جهة أخرى. ما كنت قاعد نفهم وش معناتها فلسفة ولا وش معناتها الاخر مقالة، اعتمدت على هالطريقة وليت نوصل حتى 16، وشي خمام أستاذة تاع الليسي شكرت بزاف في الطريقة تاعي. العام اللي فات كنت نحفظ، وصح كنت ندي 3-4 في المقالة، باسكو كنت نحفظ يتخلطوا لي الأسئلة، بصح هذا العام بطريقة المخططات ديت 16 في الفرد. أعمل بذكاء وماشي بجهد، معنى انه هذه الطريقه اللي اعتمدنا عليها كتنحينا بزاف جهد. كنت نحفظ كاع الكاي تاعي بصح نجيب 11، ما نفوتش ال 11 10. فدوكا كتعتمد الطريقه تاع المخططات اللي هي تفهمي برك المقال تاعك، الحفيظه تكون غير في طرق، وفي المقالات نطبق غير الفهامات تاعي، وليت نجيب بال 15 بال 16. اختيار طريقة المخططات لتبسيط المضمون والتعامل مع أي سؤال وارد يوم الامتحان دون الخروج على الموضوع، خاصة وأن مادة الفلسفة أساسية معاملها يصل إلى 6. أنا نقول لهم أن الفلسفة ليست حفظ، على العكس الفلسفة هي فهم. وش راح تفهم تاعك؟ أنا اختار طريقة بسيطة، طريقة جديدة بها نقدر نتحصل على علامات ممتازة في الفلسفة، ولكن بطريقة المخططات يعتمد على طريقة الفهم، يفهم المخطط تاعه مباشرة، يقدر يحول المخطط إلى فقرة، يعني يكفي يفهم المخطط ويحفظ المنهجية بين قوسين، أنا نقول منهجية مش المقالة، يحول مباشرة المخطط إلى فقرة. نتائج يعني الحمد لله تحسنت نتائج، وكانت عندي هذه النتائج طريقة بديت نخدم بها من 2018. هذا في النقد لهنا، أغلب التلاميذ اليوم يعولون على الحفظ الذي قد يزول بمجرد طرح السؤال بصفة مغايرة، لكن بالمخططات هذه حتما تتحقق المقاربة بالكفاءات ويصبح التلميذ هو من يستنتج. يعني دافع على أحد الموقفين، يقول لك دافع على الموقف الأول ولا يقول لك دافع على الموقف